في ايام الشتاء وكنت في سنه ثالثه او رابعه وداخل المدرسه، مدرسه قديمه والباب بتاعها يعني رمادي زي السجن بتاع زمان، هو مبنى من بتاع البشوات يعني مبنى عتيق يعني ولكن قديم جدا. فانا معدي الصبح زي كل يوم ودخلت من الباب، بس انا جالي ان انا عندي احساس ان انا ابصق، فبصقت معيش منديل، فالبصقه جت على باب المدرسه، فبصيت لقيت حد مسكني من قفايا من القميص ولفني وضربني قلم كده يعني بطراطيف صوابعه، بس هو هزني ومسكني لقيته الناظر، قال لي لما تتف على باب مدرستك النهارده بكره هتعمل ايه في مصر؟ حادثه بسيطه جدا وعاديه ممكن طفل يعملها، بس شوف الرساله اللي وصلها لي. اصر ان انا كل يوم اجي الساعه 7:30 الصبح ساعه قبل الطابور بجردل وليفه وصابونه ولمع باب المدرسه. هو مش بيعاقبني، هو بيخلي الولاد وهم داخلين يشوفوني وانا بلمع باب المدرسه. فطبعا بقى العيال وهم داخلين يقول لك خد الجزمه دي معاك كابتن، تعالى لمع لي مش عارف ايه، تعالى البيت عندنا فيه حاجات عايزه تنظف وتريقه. وانا متضايق جدا، العقاب قاسي ومش شايف ان انا اجرمت. عمال المع في الباب لمده اسبوع، وفي اخر يوم كان شرف لاي طالب كان شرف لاي طالب ان يقف في المدرسه يحيي العلم ويرفع العلم، كان شيء يبقى هو ده الليدر لما يختار علشان يقف علشان يحيي العلم. فيوميها الناظر نده لي قال لي خلاص، انا ما كنتش بعاقبك، طلعني كده كان في بلكونه جنبي قدام الطابور كله، قلت ده هيفضحني زياده يعني. فقال لي قال لهم زميلكو غلط وصلح خطاه بانه لمع باب المدرسه لمده اسبوع، انا ما كنتش بعاقبه قد ما كنت بوريكو ان انتوا هتتعاقبوا كده لو تصرفتوا التصرف ده. واداني علبه شوكولاته، عمري في حياتي ما كنت احلم اني اكل شوكولاتايه من العلبه دي، علبه فيها 20 30 شوكولاتايه غاليه وقتها. فالراجل اداها لي وبسني. فانا طبعا هو لما ضربني بالقلم بتاعي كرهته مش عايز اشوفه، انما حسيت في لحظه بسرعه هذا العشق بيني وبين الراجل ده، وقال لي انزل خلي الطلبه يهتفوا ويحيوا العلم، وخلاني انا الليدر علشان احيي العلم. الراجل ده خدنا هو كان بيعزف عود، ابراهيم منقوبه، لازم احييه، اسمه الاستاذ ابراهيم منقوبه رحمه الله. خدني وخد 5 6 من التلاميذ ودخل اوضه مكتبه عشان يغني بالعود، يخلينا نغني لمصر 5 أناشيد نغني لمصر. عشان كده حبيناها، عشان تحبها اوعى ازعل منها زي ما انت عايز، ازعل من مصر زي ما انت عايز، بس اوعى تكرهها، اوعى تبقى ناقم عليها، لان مصر مصر هتفضل مصر. وانت زعلان منها هنسمح لك انك تزعل، بس اعرف ان مطلوب مجهود كبير منك عشان مصر تدي حق الموظف وتدي حق المعلم وتدي حق الطبيب وتدي حق العالم وتحترم العالم. احنا ما شفناش حد من رؤساء الجمهورية في مصر راح في المطار يستقبل عالم، انه ممكن يروح يستقبل فنان. اتمنى ان رئيس مصر يستقبل عالم في المطار او يستقبل مدرس قدوة في المطار، لازم ياخد اعتباره في المجتمع. اذا كنتوا عايزين مدرس قدوة بحق وحقيقي، عايزين طبيب قدوة، عايزين شباب قدوة، خلوا الشباب ما يشوفوش اللي بيتكرموا واللي بيتهنوا ويتمد ايديهم في ايديهم يبقوا اقل من المستوى، لا عايزين شبابنا يشوفوا فعلا ان دول قامة وقيمة بيتكرموا. عشان كده مفيش مشكلة خالص. شكرا.